السلام عليكم. المعروف ان الفترة اللي حكم فيها الملك الحسن الثاني الله يرحمه كانت تعتبر واحد الفترة ذهبية فيما يخص الجهاز الامني والاستخباراتي في المغرب. وفي زمانه غادي تشهد هذه الاجهزة هذه واحد الطفرة نوعية وواحد النهضة وواحد الارتقاء للامام، خصوصا من بعد المحاولة الانقلابية ديالو في قطر، حيث غادي يعمل الملك الحسن الثاني الله يرحمه الجهاز الامني المغربي بغرض عينيه، وغادي يخدمه مزيان وغادي يطوره وغادي يرتقي به درجات القدام. بل اكثر من هادشي هذا، حتى الاشخاص اللي غادي يخدموا هاد الجهاز هذا غادي يختارهم بعنايه فائقه، وغادي يختار غير اصحاب الحنكه والذكاء والطاعه والولاء للعرش والسلطه. ومن بين هاد الاشخاص هادو اللي غادي يكون عندهم واحد الدور كبير في خدمه الجهاز الامني المغربي وانهم يطوروه ويزيدوا به القدام، هو الجنرال حميدو العنقري، الشخص اللي غادي يوهب حياته لخدمه البلاد ويصهر على تحقيق الامن فيه، الشخص اللي غادي يتدرج في المناصب العسكريه والامنيه بسرعه فائقه بسبب الذكاء والاحترافيه والصرامه ديالو، لدرجه انه غادي يتحول لواحد من الناس اللي كان كيتيق فيهم الملك الحسن الثاني، بل وغادي يصيفطوا المهمات عده برا البلاد لتامين وتوفير الحمايه لرؤساء وامراء عده في دول واحدة اخرى. فشكون هو حميدو العنقري وشنو هي القصه ديالو وكيفاش حتى غادي يتحول من عسكري عادي المدير الامن الوطني في المغرب؟ شنو قدم العنقري للبلاد وشنو هي القصه ديال شرطه كرواتيا اللي غادي ينشئها وشنو كان الدور ديالها وعلاش ما بقاتش؟ واش بصح العنقري كانوا عنده شي دواسه كحل في التاريخ ديالو مع الامن في المغرب وكيفاش كانت النهايه ديالو؟ وبزاف ديال الاسئله والتفاصيل اللي غادي نتطرقوا ليها في هذه الحلقه هذه. فقط لعليكم اصدقائي، واذا كنتم مهتمين بالحلقه، انكم تشدوا شي بلاصه اللي فيها سكاتو الكام وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ايضا ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه هي اول مره كتشوفوني فيها وعجبكم المحتوى فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتوكلوا على بركه الله. و1939 غادي تزاد حميدو العنقري وغادي ينتمي لواحد العائله مغربيه بسيطه في مدينه مكناس، حالها حال جميع العائلات المغربيه انذاك اللي كانت كتعاني من بطش الاستعمار الفرنسي للبلاد. لكن رغم ذلك ورغم الفقر والبساطه اللي كانت كتعاني منها عائله العنقري، الا ان حميدو غادي يتحدى الظروف وغادي يكمل قرايته. وفاش كان في عمره 26 عام غادي يلتحق بالقوات المسلحه الملكيه وغادي يتخرج من مدرسه ارمومو برتبة ملازم أول. من بعد وبأمر من عند الجنرال دريس بن عمر غادي يتم إرسال حميدو العنقري وكاع هادوك اللي تخرجوا معاه من أهرمومو للأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس، وهي المدرسة الملكية اللي منها كيتخرجوا الضباط وضباط الصف في المغرب، واللي غادي يتخرج منها حميدو العنقري كضابط في القوات المسلحة الملكية في الستينات من القرن الماضي. فهاد الفترة هادي المغرب كان باقي ما استرجعش الصحراء ديالو من الاحتلال الاسباني، وبالتالي غادي يتم ارسال حميدو العنقري ومجموعه ديال الضباط وحدين اخرين اللي تخرجوا معاه للجنوب ديال المغرب وبالتحديد لمنطقه الصاك باش يدافعوا على البلاد ويكملوا الوحده الترابيه ديال المغرب. وفعلا تما غادي يبين العنقري على المهارات العسكريه ديالو وغادي يبقى يترقى في السلالم العسكريه حتى غادي يوصل للرتبه عريف. العنقري من صغره هو واحد الانسان اللي طموح وكيتميز بالنباهه والذكاء. هنا وفي البدايه ديال المسيره ديالو فاش كان مع القوات المسلحه الملكيه غادي يلفت انتباه مجموعه ديال المسؤولين اللي غادي يلاحظوا انه واحد الشخص اللي مختلف على البقيه وكيتميز بزاف ديال الصفات اللي كتخليه ديما يبقى متفوق على البقيه، فغادي ينصحوه انه يلتحق بالدرك الملكي وانه يقدر يعطي فيه كثار ويمشي فيه مزيان. ومن بين الناس اللي نصحوه الجنرال دريس بن عمر، وفعلا داكشي اللي غادي يكون، وغادي يلتحق حميدو العنقري بالدرك الملكي وغادي يتحول من عسكري لدركي مع الدرك الملكي. المسؤولين اللي نصحوا العنقري انه يلتحق بالدرك الملكي ما قالوها ليهش غير هيداك وصافي، وانما عرفوه انه بالاجتهاد ديالو والطاعه والولاء والحماس اللي فيه غادي يمشي بعيد في صفوف الدرك الملكي. وفعلا العنقري ما خيبش الامل ديالهم، ومباشره من بعد ما التحق بالدرك الملكي غادي يبدا يتسلق في السلالم والرتب حتى غادي يوصل لرتبه قائد الدرك الملكي في الشمال ديال المغرب، وهي واحد الرتبه اللي ما سهلاش وكتعطيك نفوذ وسلطه كبيره وكترجع كلمتك مسموعه في المنطقه اللي تحت الامره ديالك وكتحكم في المنطقه كيف ما بغيتي، خصوصا وحنا كنهضروا على المغرب في زمان السبعينات والثمانينات فاش كان اللعب مطلوق والغفله وفين ما دهنتي السيريزير. لكن رغم ذلك العنقري ما اختارش الطريق هذه ديال الساهل، وانه يستخدم النفوذ اللي عنده ويبيع ويشري في المنصب ديالو كيف بغى، وهذا الشيء هذا في ذاك الوقت راه كان ساهل وبزاف، خصوصا ان الشمال ديال المغرب في هذه الفتره هذه
راه كان معروف بالتجار والمهربين ديال المخدرات اللي ما كانت كتغلى عليهم حتى شي حاجه ويقدروا يشريوك باي ثمن. لكن العنقري ما تبعش هاد الطريق هذا، وبالنزاهه والحماس والتفاؤل ديالو الكبير اللي كان عنده والشغف انه يزيد القدام، فعلا غادي يزيد القدام وغادي يستمر في الصعود وغادي يقرب اكثر للاقصر، واللي غادي يزيد يثبت الولاء والطاعه ديالو اكثر للملك والعرش، ويزيد يبين على المهاره ديالو العاليه والتفاني ديالو في العمل، هو انه كان واحد من المشرفين في التحقيق مع المتورطين في المحاوله الانقلابيه ديال افقير سنه 1972، اللي غادي يكون واحد التحقيق صارم مع هاد المتورطين هادو، واللي فيه غادي يبين العنقري على الاحترافيه ديالو الكبيره والنزاهه والصرامه ديالو في العمل. هنا غادي يبدا يتعرف الاسم ديالو اكثر بين المسؤولين والجنرالات والقادة الكبار ديال الجيش، وغادي يتعرف على انه واحد الانسان اللي ذكي وطموح وكيخدم مزيان خدمة اللي نقية واحترافية، بل وغادي يوصل خباره حتى لعند الملك الحسن الثاني شخصيا اللي غادي يثق فيه ويكلفه بزاف ديال المهام، منها اللي هي سرية ومنها اللي علنية. وحنا كنعرفو مزيان انه باش تنال الثقة والرضا ديال الملك الحسن الثاني، خصوصا في ذاك الفترة هذيك ديال ما بعد المحاولتين الانقلابيتين، راه صعيب وصعيب بزاف. بعد في هذه الفترة هذه غادي يفقد الملك الحسن الثاني الثقة ديالو في جميع المسؤولين وجميع الجنرالات، وغادي يعمل اتونسيون من كل شيء، خصوصا من بعد ما جاء الغدر من اقرب الناس ليه. واي واحد غادي ينال الثقة ديال الملك الحسن الثاني في هذه الفترة هذه الا وغادي يكون كيستحقها 100%. فمن بين المهام اللي غادي يكلف بها الملك الحسن الثاني حميدو العنقري، طبعا من بعد ما عمل عليه تحريات وطالع على الدوسي ديالو مزيان وعرف انه واحد الشخص اللي نزيه وذكي وماكر في الاستخبارات ديال الدرك الملكي، غادي يصيفطو سنه 1977 للكونغو الديمقراطيه على راس واحد الفريق خاص ديال الدرك الملكي، وهذا الشيء باش يوفر الحمايه والامن للرئيس الكونغولي انذاك موبوتو، بحكم ان الكونغو في هذه الفتره هذه كانت نايضه فيها واحد الحرب كبيره بينها وبين انغولا، والحياه ديال الرئيس الكونغولي موبوتو كانت مهدده وفي خطر، وحيت كانت كتجمعوا علاقه صداقه مع الملك الحسن الثاني، فغادي يقرر الملك الحسن الثاني انه يصيفط واحد الفريق خاص ديال الدرك الملكي برئاسه حميدو العنقري باش يوفر ليه الحمايه والامن، وفعلا حميدو العنقري غادي يقوم بالمهمه ديالو على احسن وجه، الشيء اللي غادي يثبت للملك الحسن الثاني ان العنقري واحد الشخص اللي تحول عليه ومقد بخدمته. ومن بعد عامين هو في الكونغو ومن بعد ما سال المهمه ديالو تما، غادي يقرر الملك الحسن الثاني سنه 1979 انه يصيفطو في مهمه خارجيه واحده اخرى، لكن هذه المره ماشي لافريقيا وانما للشرق الاوسط، وبالتحديد لدوله الامارات، الدوله اللي كان يلاه عندها شي سنوات قليله من فتره التاسيس ديالها، بحيث الامارات اسست سنه 1971، وحنا كنعرفو مزيان ان الامارات والشيخ زايد كانت عنده واحد العلاقة وطيدة مع الملك الحسن الثاني، وأن الملك الحسن الثاني عنده فضل كبير على الإماراتيين، بحيث كان هو أول واحد كيعترف بدولة الإمارات، وساهم وبشكل كبير في تأسيس هالدولة هذه وفي إنشاء المؤسسات الأولى ديالها، الشيء اللي غادي يخلي من بعد العلاقة بين المغرب والإمارات تطور وتزدهر اكثر، وهذا الشيء في جميع المجالات بدون استثناء، المجال السياسي، الاقتصادي، العسكري، الأمني، الثقافي، الرياضي، لدرجة أنه في الإمارات سنويا كيتنظم واحد الكأس ديال كرة القدم للإسم ديالو كأس الصداقة المغربية الإماراتية، وهذا الموضوع هذا ديال تاريخ العلاقات المغربية الإماراتية هو موضوع طويل واللي نقدروا نتطرقوا له في إحدى الحلقات بالتفصيل إن شاء الله. المهم سنة 1979 غادي يمشي العنقري للإمارات، والسبب هو أن منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة هذه كانت كتشهد بزاف ديال التوترات، فغادي تكون المهمة ديالو هذه المرة هو انه يوفر الحمايه والامن للعائله الحاكمه في الامارات واللي هي عائله النهيان، وبامر من الملك الحسن الثاني غادي يولي العنقري هو الحارس الشخصي والظل الظليل ديال الشيخ زايد النهيان. العنقري ايضا غادي يكون بمثابه المعلم ديال الجهاز الامني الاماراتي، وغادي يكون له الدور الكبير في تكوين الامن ديال الامارات خصوصا في المجال الاستخباراتي، وفي ظرف 10 سنين اللي غادي يدوزها العنقري تما في الامارات غادي يطور من راسه وغادي يكتسب بزاف ديال الخبره من خلال التجارب ديالو في المنطقه ديال الشرق الاوسط، وفي نفس الوقت غادي يعطي الاماراتيين بزاف وغادي يستافدوا منه بزاف، وكيف العاده غادي يكمل المهمه ديالو على احسن وجه وغادي ينال الثقه والرضا ديال الملك الحسن الثاني. من بعد ما دازت هاد 10 سنين هذه ومن بعد ما رصت الاوضاع في الامارات وفي منطقه الشرق الاوسط، غادي يرجع العنقري في حالته المغرب سنه 1989. العنقري ومن بعد المده ديال 12 عام اللي قضاها خارج البلاد واللي اكتسب فيها خبره كبيره سواء في الشؤون الخارجيه
أولا في الجهاز الاستخباراتي، فاش رجع للمغرب سنة 1989 غادي يكلفوا الملك الحسن الثاني أنه يكون هو نائب رئيس مكتب الدراسات العامة والمستندات، اللي هي وكالة المخابرات الخارجية ومكافحة التجسس، واللي كان المدير ديالها آنذاك هو الجنرال عبد الحق القادري. فحميدو العنيكري غادي يتجمعوا واحد العلاقه طيبه مع الجنرال القادري، وغادي يكون هو اليد اليمنى ديالو والصندوق ديال الاسرار ديالو، وغادي يدوز العنيكري في هذا المنصب هذا ما يقارب 10 سنين، وهو نائب جهاز مكتب الدراسات العامه والمستندات اولا المخابرات الخارجيه. وسنه 1999 ومن بعد ما توفى الملك الحسن الثاني الله يرحمه، ومن بعد ما تم اقاله واعفاء ادريس البصري من المنصب ديالو اللي كان كيشغلو انذاك واللي هو وزير الداخلية، غادي يتم تعيين حميدو العنيكري مدير المخابرات الداخلية المغربية دي اس تي. هنا العنيكري ومن بعد ما ولا هو مدير دي اس تي غادي يحاول انه يستافد من التجارب والخبرة ديالو الطويلة في المجال المخابراتي، ويبني واحد الجهاز امني مخابراتي مغربي داخلي اللي يكون قوي وبزاف، معتمد فيه على تقنيات وطرق حديثة وجديدة، خصوصا ان الالفية الثانية ابدا ما غاديش تكون سهلة وغادي يكون فيها بزاف ديال الخدمه، وحتى هي غادي تكون بخبيستها وغادي تكون مليئه بالاحداث الارهابيه سواء داخل المغرب او خارج المغرب، لدرجه ان العقد الاول من الالفيه الثانيه من 2000 حتى 2010 غادي تعرف بعقد الارهاب، وغادي تشهر هذا المصطلح هذا في العالم، وغادي يكسروا الاعمال والاحداث الارهابيه، ابرزها احداث البرجين سنه 2001 في الولايات المتحده الامريكيه. هنا المخابرات الامريكيه غادي تحاول انها تربط اتصالات وعلاقات مع المخابرات ديال العالم كامل، ابرزهم المخابرات المغربيه، وفي الرباط غادي يتلاقى حميدو العنيكري مع مدير المخابرات الامريكيه انذاك جورج سينيت، وهذا الشيء من اجل انهم يناقشوا هذا الملف هذا ويتحدوا مع بعضهم ويطوروا من راسهم من اجل افشال واحباط جميع الهجمات. وفعلا غادي يكون للمخابرات المغربيه الدور الكبير في المساعده والتحقيق مع المتهمين والمتورطين في الاحداث الارهابيه اللي كانت كتوقع في العالم. هنا العنيكري ومن بعد ما تمكن من انه يربط واحد العلاقه قويه مع المخابرات الامريكيه وبين على انه قادر يساهم في كبح ومكافحه الارهاب، غادي يبدا يحصل على دعم امريكي ضخم وكبير واللي كيضم اجهزه وتكنولوجيا عاليه ومتفوقه، وهذا الشيء من اجل تحسين وتطوير المخابرات المغربيه. وفعلا العنيكري كان له الدور الكبير في تطوير وترقيه الجهاز الاستخباراتي المغربي، وغادي ينال استحسان الملك محمد السادس، كما ان العنيكري ما كانتش عنده العلاقه غير مع المخابرات الامريكيه فقط، بل كانت كتربطوا علاقات وطيده مع بزاف ديال الاجهزه الاستخباراتيه ديال دول عده، سواء دول عربيه افريقيه او لدول اوروبيه، بحال المخابرات البريطانيه، الفرنسيه، الايطاليه، الاسبانيه، بل وكانت عنده علاقات حتى مع المخابرات الجزائريه، وهذا الشيء بالرغم من التوتر السياسي اللي كان قائم بين المغرب والجزائر، الا ان الاجهزه الاستخباراتيه المغربيه الجزائريه انذاك كانت كتعاون مع بعضها اذا اقتضى الحال، وكتساعد بعضها البعض في حل القضايا الشائكه. وسنه 2003 وبالتحديد 16 ماي غادي توقع واحد السلسله ديال التفجيرات في مدينه الدار البيضاء اللي قادوها مجموعه ديال الارهابيين واللي كانوا مخططين ليها ومدبرين ليها مزيان. هذه الهجمات هذه غادي تكون صدمه كبيره بالنسبه للجنرال حميدو العنيكري، الشيء اللي غادي يخليه انه يشرف شخصيا على التحقيق في هذه القضيه هذه ومعرفه شكون اللي وراء هذه الهجمات هذه. واثناء التحقيق في هذه العمليه هذه غادي يتم اعتقال 2000 شخص من المشتبه بهم، وغادي تشير اصابع الاتهام لواحد الجماعه ارهابيه اللي كتسمى بالسلفيه الجهاديه واللي غادي يتم التفكيك ديالها فيما بعد. حميدو العنيكري مباشره من بعد هذه الاحداث هذه ديال 16 ماي غادي يتم ترقيته المنصب المدير العام للامن الوطني، وهذا الشيء في بلاصه حفيظ بن هاشم اللي كان هو اللي كيشغل هذا المنصب هذا. هذه الترقيه هذه ديال حميدو العنيكري من مدير دي اس تي المدير العام ديال الامن الوطني، نقدروا نقولوا انه ما غاديش يكون راضي عليها بزاف حيت هو كيميل للخدمه ديال المخابرات وعجبه، وهاد الترقيه هذه بعداتو على داكشي اللي كيبغي وما بقاتش عنده علاقات واتصالات مع المخابرات ديال العالم بحال قبل. فالمعروف ان المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني اللي هي الدي اس تي بوحدها، والمديريه العامه للامن الوطني بوحدها، وكل وحده كان عندها مدير خاص بها، لكن اليوم هاد الاجهزه هادو بجوج عندهم مدير واحد واللي هو عبد اللطيف الحموشي، فهو المدير العام ديال الدي اس تي وفي نفس الوقت المدير العام ديال الامن الوطني، وهذا الشيء انما يدل على ان هاد الشخص هذا هو واحد الانسان اللي ذكي واستراتيجي بزاف في التخطيط ديالو. فباش تكون شاد هاد الاجهزه هادو بجوج اللي كيتعتبروا من اكبر الاجهزه في المغرب راه ماشي ساهل ابدا، ونقدروا نعملوا في المستقبل شي حلقه مفصله على عبد اللطيف الحموشي، واذا بغيتوا هادشي هذا
كتبوه لي لتحت في مكان التعليق. المهم حميدو العنيقري ومن بعد ما ولا هو مدير الامن الوطني غادي يولي العمل الرئيسي ديالو هو توفير الحمايه والامن للشعب والناس في الاحياء والشوارع المغربيه، فغادي يقوم بزاف ديال الاصلاحات على مستوى الامن الوطني، ابرزها واللي تعرف بها بزاف انشاء الفرق خاصه ديال شرطه القرب اللي كان الدور ديالها هو مكافحه الجريمه في الاحياء والازقه المغربيه ومحاربه تجار المخدرات والسرقه والعنف بجميع الانواع ديالو. وهاد الفرق هادو هما اللي غادي يلقبوهم المغاربه بكرواتيا اولا البوليس ديال كرواتيا، وهادشي بحكم ان الكاسكيطه ديالهم اللي كانوا كيلبسوها كانت فيها مربعات بالبيض والاحمر تماما كيف ما موجود في العالم ديال كرواتيا. وهاد البوليس هادو كانت عندهم سيارات خاصه بهم اللي كيركبوا فيها وكيبقاو يعملوا دوريات في الاحياء والازقه المغربيه خصوصا البرارك والاحياء الشعبيه، بحكم انها كانت هي البؤر ديال الجماعات الارهابيه فين كيتجمعوا وكيخططوا والبؤر ديال المجرمين. لكن هاد شرطة القرب أو هاد كرواتيا هادو وبالرغم من الدور ديالهم الكبير والفعال في مكافحة الجريمة في الأحياء المغربية إلا أنها غادي تواجه بزاف ديال الانتقادات من عند المواطنين، وهادشي بسبب التدخلات ديالها العنيفة والمبالغ فيها في بعض الأحيان. ففي بعض المرات واخا المجتمع فيه كيكون بريء إلا أنه كيتعرض لأشد أنواع الضرب والشتم وكيتم الاعتقال ديالو، وتم اتهام البوليس ديال كرواتيا أكثر من مرة على ممارسات العنف ضد المواطنين، اشهرها اتهامها بالاعتداء على واحد المواطن في مدينه سلا وتعرضه للضرب الى حد الموت، الشيء اللي غادي يخلي المواطنين انهم يحتجوا ضد هاد الشرطه هذه ويوصفوا المغرب في هاد الفتره على انه كيعيش فتره ديال سنوات الرصاص الجديده، فهنا ولا واضح لكل شيء ان العنف ماشي هو السبيل لمحاربه الجريمه من الاحياء والازقه المغربيه، وبالتالي سنه 2006 غادي يتم اعفاء حميدو العنيقري من المنصب ديالو كمدير عام للامن الوطني، وفاش غادي يجي في بلاصتو الشرقي الدريس اول حاجه غادي يقوم بها هو انه غادي يلغي شرطه القرب كرواتيا وغادي يتخلى عليها بالمره وما غاديش يبقى لها اي وجود. اما العنيقري فمن بعد ما تم الاعفاء ديالو من منصب المدير العام للامن الوطني غادي يتم تعيينه مفتش عام للقوات المساعده اللي غادي يدوز فيها 3 سنين، ومن بعد سنه 2009 غادي يتم اعفائه من هذا المنصب هذا وغادي يتم ارساله للجنوب فين غادي يتم تعيينه مفتش عام للقوات المساعده في المنطقة الجنوبية. دابا غادي تسولوني يا ترى شنو هو السبب اللي غادي يخلي حميدو العنيقري انه يتم استبعاده من المديرية العامة للأمن الوطني ويتم ارساله للجنوب قائد على القوات المساعدة. هادشي وبالرغم من انه واحد الشخص اللي كان كيخدم مزيان وعنده خبرة اللي كبيرة وعنده قابلية انه يتعامل مع مشاكل وقضايا كبار، وهادشي طبعا من خلال الخبرة الكبيرة اللي عنده اللي اكتسبها سواء من المخابرات او لا من الأمن او لا من الدرك. اللي غادي يوقع هو انه سنة 2006 غادي يتم اعتقال واحد من كبار تجار المخدرات في الشمال ديال المغرب واللي هو شريف بن الويدان. شريف بن الويدان من بعد ما تم الاعتقال ديالو وتثبت بالدليل انه متورط غادي يجبد معاه جميع الشخصيات الكبيرة والوزنة في الدولة اللي متورطة معاه واللي كان كيشريها وكيتعامل معها، ابرزهم مدير امن القصور الملكية عبد العزيز ايزو اللي غادي يتثبت بالدليل التورط ديالو في الملف ديال شريف بن الويدان. عبد العزيز ايزو قبل ما يولي مدير امن القصور الملكيه كان كيشغل قبل منصب والي امن طنجه واللي غادي يتوسط له انذاك ويزكيه باش يتم ترقيته للمنصب مدير امن القصور الملكيه هو الصديق المقرب ديالو حميدو العنيقري اللي كان كيشغل في هذه الفتره هذه منصب المدير العام ديال الامن الوطني. ففاش تفضح الملف ديال بن الويدان وتم اتهام عبد العزيز ايزو بالتورط ديالو في هذا الملف هذا حتى السمعه ديال العنيقري غادي تقاس، حيت ما يمكنش انت كتزكي واحد الشخص باش يكون هو مدير امن القصور الملكيه وانت ما عارفش انه مخروط، وحنا كنعرفوا مزيان ان اكثر الاشخاص اللي كيتقال عليهم التحري والبحث هم الضباط والحاشيه والمقربين من القصر. ففاش انفجر هذا الملف هذا ديال الفساد العنيقري وكيف ما كنقولوا غادي يفقد الاسهم ديالو وغادي يطيح ليه السوق، وهذا الشيء بالرغم من انه كان واحد الشخص اللي كيخدم بالمعقول واحترافي في الخدمه ديالو وساهم بزاف في الحد من الاجرام وفكك خلايا ارهابيه عده، لكن كتبقى الثقه هي اهم حاجه واللي خانها يستاهل العقوبه. العنيقري ومن بعد ما تعين في الجنوب مفتش عام على القوات المساعده ما كملاش حتى عامين حتى غادي يتعرض لواحد الحادثه ديال السير خطيره بزاف واللي غادي يتصاب فيها بجروح بليغه وبسببها وبسبب الاصابه البليغه ديالو ما غاديش يقدر انه يكمل في العمل ديالو كمفتش عام للقوات المساعده، وغادي يتم الاعفاء ديالو من هذا المنصب هذا سنه 2012، وغادي يبقى حميدو العنيقري في صراع مع الاصابه والمرض من بعد ما تدهورت الحاله الصحيه ديالو بزاف حتى سنه 2023، فين غادي توافيه المنيه عن عمر يناهز 84 عام، الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين. حتى لهنا اخواني كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه،
طبعا ما تنسوش انكم تكتبوا لي الاراء والتعليق ديالكم تحت في مكان التعليق. ايضا ما تنسوش انكم تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. اذا بغيتوا حلقات وحده اخرى على شخصيات جديده وحده اخرى اكتبوا لي هادشي هذا لتحت في مكان التعليق. ما تنسوش تقترحوا عليا المواضيع والشخصيات اللي بغيتونا نهضروا عليها. حتى لهنا كنقول لكم تهلاو فراسكم والسلام عليكم.